مساء النور كابتن خالد. بعد مباراتين للمنتخب، الأولى تغلب على ماليزيا بأربعة أهداف دون مقابل، واليوم تغلب على منتخب لاوس إنجاز التعبير بشق الأنفس بهدفين مقابل هدف، هل ترى أن الهدف الذي وضعه الاتحاد اليمني لهذا المنتخب بوصول كأس العالم يسير بخطوات ثابتة؟ اولا نبارك للجهاز الفني وللاعبين هذا الانتصار اللي هو يعني مهم جدا والذي وضعنا به قدم في الدور القادم. اول شيء بنتكلم عن الجانب الفني قبل ما نتكلم عن الجانب الاداري، لانه الاتحاد العام حملته هذه الكبيره حملت ضغوط على اللاعبين، والدليل ان اللاعبين لم يظهروا بمستواهم الحقيقي حتى هذه المباراه. فنيا فريقنا كاداء جماعي نسبيا احسن من المباراه الاولى، لكن النتيجه الرقميه لنهاية المباراة ما كانت ملبية للطموح عكس مباراة ماليزيا. مباراة ماليزيا أداءنا كان متقطع ويسوده الفردية بشكل كبير، إلا أن النتيجة كانت كبيرة 4-0، وهذه ما عملت استرخاء يمكن وراحة نفسية، ولكن اليوم كان هناك أداء جماعي وضياع فرص، إلا أن المنتخب منتخب لاوس لعب بنظام 4-1-4-1، وأنت عندما تلعب بنظام 4-2-3-1 إحنا كمنتخب بنلعب امام منتخب بيلعب 4-1-4-1 تكتل غير عادي في وسط الملعب، كان هناك من 2 إلى 3 لاعبين ليسوا في حالتهم الطبيعيه، والدليل ان احنا اضعنا فرص في المتناول. كان يفترض انه نغير من اسلوبنا شويه لانه الناس تكتلت في نص الملعب بشكل كبير. ايضا اللاعب محمد خالد اللي هو محور الارتكاز في منتخبنا كان يبالغ في العوده الى قلبي الدفاع، وطور الطريقي مع عادل عباس كانوا يبالغوا بالاسناد الهجومي مما عمل فجوه ثار او ممر بين خطي الدفاع وخط المنتصف، استغله منتخب لاوس وسجلوا هدف عن طريق استلام كره في اقصى اليمين مشى بشكل عرضي باتجاه المرمى من ثم سددها. هذه المنطقه الخاليه دائما كان يستغلها فريق لاوس وكان يحاول ان يسدد. لكن احصائيا او بشكل عام المباراه هي كمنتخبنا كلاعب افضل من المباراه السابقه، والدليل انك بتحصل على البوزيشن 64%، 25 تسديده منها 9 في المرمى، عندك 17 كورنر، لم نستثمر كل الكرات الثابته، وهذه جزئيه لازم يشتغل عليها المدرب لانه كل الثنائيات كانت لمصلحه منتخب لاوس. نعم. العموم فوز مهم، ولكن يجب العمل على بعض النقاط اكثر حتى نكون في كاس العالم. نعم، ومن تلك النقاط ربما كابتن خالد هو اعتلاء صداره المجموعه الاولى، وربما يكون اللقاء المقبل أمام المستضيف وصاحب الأرض والجمهور تايلاند هو المحك الحقيقي للمنتخب الوطني للناشئين. كيف تنظر إلى حظوظ المنتخب في اللقاء المقبل الأربعاء المقبل عطفا على المباراتين سواء لمنتخبنا أو لمنتخب تايلاند؟ يعني الزملاء الآن في التنفيذ يقولون بأن النتيجة الآن تشير إلى فوز تايلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ماليزيا، ما يعني أن منتخبنا ما يزال في الصدارة بفارق الأهداف. بالنسبة لهذه الجزئية أنا يمكن لي وجهة نظر مخالفة للأكثرية. الكل يحسب مباراة تايلاند ألف حساب وأنه لازم نفوز عشان نكون متصدر ونتلافى اللقاء مع متصدر مجموعة كوريا أو إيران. كوريا أو إيران لا يقل يعني أحدهما عن الآخر، الاثنين أقوياء جدا والمهمة صعبة جدا يعني، فبالتالي لا يجب أن نشرك حساباتنا من الآن من سنقابل. الأهم من ذلك من وجهة نظري أن يتم إراحة أكبر قدر ممكن من اللاعبين في مباراة تايلاند، وأن يعطي مجال للبدلاء، لأن البدلاء هذه المرة وهي نقطة إيجابية ونقطة ضوء في المنتخب يجب العمل عليها أفضل من البدلاء في المسابقات السابقة. شاهدنا أحمد ياسين، الحنبصي، زيد الجراش، محمد فاضل، بدلاء يستطيعوا أن يلعبوا أساسيين بشكل كبير، ويستطيع الكابتن محمد البعداني أن يريح مثل عادل عباس، عبد الرحمن الخضر، انور طريقي، محمد خالد اصلا للايقاف سوف يوقف، الظهير الايمن محمد رايد عنده كارت نخاف ان ياخذ كارت ثاني امام تايلاند، فبالتالي قد يتوقف في مباراه الدور الثاني، عليه ان يريح اغلب عناصره لانك انت بتكون المباراه كابتن خالد أربعة. حتى وان خسر المنتخب اللقاء المقبل او ذهبت الصداره لمنتخب تايلاند هو متاهل. نعم، هو واقع البطولة يقول بأن الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهل إلى الربع النهائي، لكن البعض يخشى من الخسارة لما لها من ردة فعل نفسية على لاعبين صغار ربما يعني لا يتحملون الضغوط التي ستوجه إليهم في حال الخسارة. كلامك صحيح، وأنا أقول لك أن البدلاء الموجودين اليوم مع المنتخب هم بنفس
كفاءة الأساسيين، لذلك لا خوف كبير عليهم، وبالعكس البدلاء ليس لديهم نفس الضغوط الموجودة على اللاعبين الأساسيين. احنا اليوم أضعنا فرص كبيرة بسبب الضغط النفسي الكبير على اللاعبين، وهذا يتحمله الاتحاد العام. الاتحاد العام وجه حملة شرسة جدا بأنه لا توجد كرة قدم إلا مع منتخب الناشئين، وكل هذه الضغوطات انصبت على الجهاز الفني واللاعبين. وشاهدنا حتى الكابتن محمد بضربة الجزاء فرحة هستيرية. نعم، انت بتقابل لاوس يعني، بس يبدو انه كما ذكرت يعيش يعني ضغط نفسي رهيب، وربما هذه الحملة ايضا يعني سببت له ضغط على اللاعبين، ضغط غير عادي. وهذا الخطا الكارثي اللي وقعوا فيه، انت لو شاهدت منتخب ماليزيا في المباراة الاولى خسران 4-0، وما زال الحارس يمرر المدافع، المدافع يمرر الوسط، والوسط يمرر، يعني بيلعبوا بنفس اسلوبهم وما يهمهمش النتيجة. وهذا الغرض من منتخبات الناشئين، انك تصنع جيل مثقف صحيح مبني على اساسيات كره القدم بشكل صحيح، لا يهم النتيجه يا اخي. النتائج هي في المنتخب الاول، والضغوطات على المنتخب الاول وليس على الناشئين. الناشئين يجب ان يلعبوا باريحيه، لذلك اقول لك يجب ان يشرك البدلاء حتى يحافظ على المخزون البدني وعدم الاجهاد وتراكم الاحمال على اللاعبين الموجودين، لانه المباراه في الدور الثاني بتكون يا استاذ تامر رقم 4، ومعنى رقم 4 وبين كل مباراه راحه يومين هذا اجهاد مبالغ فيه. فهذه فرصه لك، انت تفضلت الان يا كابتن محمد، اريح جميع مفاتيحك القويه يا اخي، والعب الدور الثاني بشكل كبير جدا، لانك بتريح مجموعه كبيره بتستطيع انها تسير مباراه الدور الثاني اللي هي الاهم، اللي هي وصولك لكاس العالم. هذه وجهه نظري، قد نعم تكون صائبه قد تكون خاطئه، ولكن انا ارى هذا. وجهه نظر تحترم، ونشكرك جزيل الشكر الكابتن والمدرب الوطني خالد الزامكي ومدرب نادي وحده عدن على هذه الرؤيه الفنية.